أزول، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران متمازغ. في هذه الحلقة وزي ما عودناكم ننطلق من جبل نفوسة بجذر جدير بالاهتمام وهو ياس يام، وأحيانا بميم مضاعفة وهو الأقرب للصواب. في جبل نفوسة يوفرن طبعا والقلعة تحديدا، مش نقول جبل نفوسة كلها، بنخصص هنا نقول تيسيام ومفردها آسيام وأحيانا تيسيام بالتشديد، ونقصد بها الفطر أو الفقاع اللي هو يسمى شامبينيون بالفرنسية أو مشرومز بالإنجليزية، فانجس باللاتينية. وجب القول طبعا علميا قبل ما نبدو في الحديث في الموضوع هذا علميا باش حتى نفهموا علاش يوجد أسماء كثيرة لهذا الفطر في عموم تمزغة، فيه أنواع كثيرة جدا للفطر في شمال أفريقيا، فقط اللي يصلح منها للأكل 9 أنواع حسب إحصاءات موجودة في الإنترنت، وهذا راه لا يدخل فيه الترفاس الكمع، وهو كذلك فيه أنواع كثيرة لكنه جزء من الفطريات. طيب، هذا الجذر عموما معناه ياسيام في الأمازيغية، نرجع للجذر ياسيام، معناها يدور حول الحموضة أحيانا المرارة، وربما الحام هو الجذر البدائي متاعه، وستو نشوفوا هذا مع بعضنا. نجد هذا الجذر في كل التنوعات الأمازيغية تقريبا، ففيما خلا طبعا أمازيغ الجنوب اللي هم إيموها، فإن المعنى عندهم أو جميع التنوعات الجنوبية يعني المر، ولكن نعود ونجد عند الهجارة، شوفوا هذه المفارقة، نبات الحميضة، تعرفوا شو يسموا فيه؟ يسموا فيه تينسمام، بمعنى أن الجذر ياسيام كان له معنى الحموضية قبل أن ينتقل بمعنى المر، وهذا حين فهموها علاش. إذن من هذا الجذر، وهذا يدل أنه كان متداملا بهذا المعنى قبل أن يصبح له معنى المر، وهذا يمكن نفهمه بسهولة من خلال انتقال المعرفة، عفوا انتقال المعاني، خصوصا إذا عرفنا أن الكثير من اللغات في العالم تستعمل لفظ المر والحامض نفس الكلمة يستخدموا فيها كثير من اللغات في العالم، وكذلك كون الألفاظ تنتقل من وظيفتها الوصفية من معنى لآخر، وهو غير مستغرب في لغة عريقة بعراقة اللغة الأمازيغية. إذن نجد في نفوسة يسموم بمعنى ظهر عليه علامات الحموضة، كما نجد في غدامس لفظ سمم يعني حمض الشيء، ونجد كذلك فمضاب وورقلة سميم مثلا بتمازيغ، سميم في تمازيغ مثلا، واسموم في تشلحيت والجنوب الشرقي، واسموم في تريفيت صنهاجة في جيك، واسموم في تقبيليت، واسمم في تشاويث، بل نجده كذلك هذه الزناقة ديما نجيب فيها إن كان بمعنى، وإن كان بمعنى مغاير توجد عندهم هذه اللفظة. نجدهم جميعا تقريبا، الأمازيغ جميعا يسمون اللبن المتعفن، أكيد كلكم يعرفوا هذه اللفظة، المتخمر، انتبهوا للفظة متخمر وحطوا عليها خطين، المتخمر المتختر. آغي أو آهو اسم ميم، كما نجد في تمازيغ الأطلس تسمومين، أمود تسمومين اللي هو البذور هذه المعدل الزراعة والمجففة وكل شيء، وتخزن طيلة السنة فتتخمم بسبب الندوة والرطوبة والتخزين الغير صحيح، تصبح فيها نوع من السواد، تتخمر، اللفظة اللي بنقولها هنا هي تتخمر، التحول من الحامض إلى التخمر. اسم ميم التي تعني في الأصل الحامض انتقلت لتصبح معنى المتعفن المتخمر من الحموضة اللي هي تلحق باللبن وغيره من الأطعمة على فكرة، وهو نفسه في تمازيغ الأطلس المتخمر المتعفن يسمى سموم وسميم. نجد عند أهل مصاب اسم الخميرة اللي هي أمتون في كل التنوعات الأمازيغية، أمسون إلى آخره، عندهم في مصاب يسموا فيها تسمي. الأصل لفظه، اللفظ أصله واضح من التخمير، ولكن شن دخل الحموضة في الموضوع شرحناه قبل شوية. إذن الخميرة تصنع من شيء يصبح حامض في فترة من فترات ثم يتخمر ثم يصبح سميد، عفوا الأمتون اللي هو الخميرة،
جاء من هذا اللفظ. إذن أي أكل لم يصلح للأكل، أي طعام يصبح يعني صالح للأكل اللي يصبح له هذا المعنى. وطبعا المصاب ذكرناها من بكري تستخدم في هذه الألفاظ بمعنى الحامض، كما يسمي الكثير من التنوعات، وليس هذا مفاجئ طبعا، الليمون الحامض هذا أسمه، وهو اللفظ الذي اعتمناه في المناهج التعليمية في ليبيا. وهذا بيت القصيد طبعا، يعني الكثيرين يسألوني علاش تمشي وتاخذ كلمة أسموم اللي ما نستعملش فيها بمعنى الحامض، وإحنا نقوله تزنبوح مثلا وغيرها من الألفاظ بمعنى الحامض والليمون عفوا، علاش بدل ما تقولوا تزنبوح في المعنى المدرسية جبتوا أسموم؟ طبعا السبب واضح، أن هذا هو الأصل، المعنى الأصلي للحامض في اللغة الأمازيغية، ولهذا يعتمد. يجب التنازل عن اللهجات المحلية لصالح اللغة الأمازيغية المشتركة. نجدها ففعل مثلا في الأطلس المتوسط يقولون اسمون بمعنى جعله حامضا أو مرا كذلك، وهو نفسه عند القبائل سمم. ونجد كذلك المر مرة أخرى في الفواكه اللي هي مازال ما نشجتش، والعنب مثلا بالذات تسمى أسموم، بل أحيانا حتى أهرسموموم كما في الأوراس وغيرها، ولا تسممت كما في نفوسها، وغيرها بمعنى الحامض المر اللي مازال ما نضجش ما تقدرش تاكلها. إذن هنا يتبين لنا لماذا انتقل المعنى من الحامض إلى اسم كما ذكرنا عند مضاب اسم الخميرة إلى معنى المر هنا في الفاكهة، ولماذا إموهاغ يوجد عندهم فقط الفعل بمعنى المر ولا يوجد لهم بمعنى الحامض. وقلنا أن هم كانوا يستعملوه في كلمة تنسمام بمعنى الحامض في لبات الحميضة، اللي هو نفسه في نفوسه نسموه فيه يختلف قليلا، ولكنه في نفسه من نفس الفصيلة تلسمومت، ويسمى تسمامت حسب مناطق عديدة في تمزغة من المغرب وشرق الجزائر وغيرها. هنا نجد عند الهجار أو أمازيغ الجنوب عموما معنى الحامض في تمشاقت وغيره، ونجد كذلك في الزناقة المر يقولوا شمم، اللي هي السين شين عند الزناقة، وهذه نعرفوها وتكلمنا عليها في أكثر من مناسبة. خلينا ننطلق إلى بعض الألفاظ الأخرى، مثلا التكشيخ، التكشير لما تأخذ ليمة حامضة وتأكلها، الليمة الحامضة وتأكلها وجهك يتقبض ويصبح عندك تكشير في الوجه وانقباض بسبب تذوق الحامض طبعا وأثر على اللسان. يسمى هذا الفعل كرسمومي مثلا في تقبيليت، وأكرسموم مثلا في تشلحيت ونواحي مراكش وغيرها، إكسمومو في تشلحيت أريكسمومو. ومن ذلك تطلق الكلمات أيضا على أشياء نعافها، طبعا انتقلنا من اللفظ اللي مخصص للحامض فقط إلى أي شيء تعافى، يقولوا إكرسمومو أي شيء تعافى حتى وإن لم يكن حامضا، حتى الأشياء المعنوية التي تعافها. بل انتقل المعنى إلى معنى آخر معنوي اللي هو التدمر، بل الحسرة والنظم اسمومي. الغريب أن هذا اللفظ انتقل كذلك للعامية، مثلا في المغرب يقولوا المسألة حامضة ولا القضية حامضة. كيفاش قضية وحامضة؟ منين جات هذا اللفظ الحامضة؟ طبعا هي مترجمة من الأمازيغية اسمومي ولا أكرسمومي بمعنى الحامض، أو المعنى الأصلي الحامض طبعا، لكن بعدين أصلح لها معنى المعنى هذا اللي قلت لكم عليه، أمر معاف غير مقبول إلى آخرين، قضية حامضة. معذرة تفرعت هلبة، لكن خلينا نقوله لللفظ تيسيام أو تيسيام كما في يفرن والقلع والآخرين، تعني الفطر والفقع بالعامية. من المؤكد أن هذه صنف من الأصناف وليس الاسم الأصلي لها، وهذا ليس الاسم العام لها، خصوصا حتى في نفوسها نفسها. مثلا نجد ثلاثة أسماء، نجد مثلا باقي نفوسها يسمون هذا الفقع نفسه تيجرواو أو تيجرواو، البعض الآخر يسمونه أو يسمون نوع آخر منه زي لالوت مثلا يقولوا أدد موكباو. إذن حسب النوع والمنطقة اللي ينبت فيها، ولكن يجب القول أن الاسم الأوسع والأكثر انتشارا في كل تمزغة هو يقرسلن،
مفردها أغورسل، وهو متوفر من جربة، هذا الاسم من جربة حتى الأطلس المتوسط ومن الساحل حتى الجنوب، أقاصي الجنوب. إذن في نظري المتواضع الاسم العام هو إيغورسلن، هذا بدون أي شك. وتوجد أسماء كثيرة متوفرة بحسب الأنواع إلى آخره، أحيانا بعضها تدعو إلى الابتسامة زي أكوشين وهكال، سامحوني على اللفظة، وغيرها من الأسماء. معلش تنبيه بسيط، الجدر لا علاقة له طبعا، يسميم زي ما يقولوا في تشلحيت، بمعنى جعله يسميم يعني جعله حلوا، من يميم يموم إلى آخره. واسم الشحم اللي هو آسيم كذلك لا علاقة له باللفظ، فقط حبيت النبه. أشكركم على حسن الانتباه، وإلى الحلقة الجديدة ونجيبوا فيها جدر جديد إن شاء الله، ونتكلموا فيه على جذور الأمازيغية بإسهال. تنميرتمون، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنميرتمون.